شوف وش الزبالة؟ لو سمحت هذا المشروع الجديد لا تغلط. شوف هذا الجهاز باختصار اسمه نفثة. ببساطة قارئك بين يديك، قارئك في منزلك، تختار القارئ اللي تبيه، تسقط الجهاز جوا ويقرأ. كل أفكارك غبية لا لا فايدة. دقيقة معلش، لو أنت مثلا تبغى تقرأ على نفسك وين بتروح؟ وطوابير وزحمة، إذا لقيت أحد بتلقى مطوع، تلقى مطوع موبتك. حليت لك المشكلة، أفضل قارئ بين يديك. كيف حليت المشكلة؟ أصلا كيف قاعد تقارن آلة بإنسان؟ يعني ما تتقارن آلة بإنسان، الإنسان لازم يكون فيه نية وفيه إخلاص لما يجي يقرأ. يا عمي والله ما غير لهط من ذا الفلوس. وانت تبغى تلهط بعد فلوس العالم؟ اذا بتقعد تتكلم زي كذا خلاص قم انقلع. لا عادي قاعد اقول الصدق. خلاص قم انقلع وخلي لحالي قم. طب قل لي ايش تبي؟